بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. أستاذ قصي، مرحبا بك. في حين رأت وزارة الدفاع أن الوجود الأمريكي في العراق طبيعي، رأته لجنة الأمن والدفاع النيابية هو تجاوز فاضح للسيادة. كيف ترى جدوى التواجد الأمريكي في العراق، لا سيما بعد حادثة البغدادي اليوم؟ تحية لك أبو جمهور قناة الرافدين الأفاضل. التواجد الأمريكي الآن لا يهم العراق لوحده فقط، وإنما له أبعاد إقليمية ودولية. قاعدة الأسد، قاعدة عين الأسد أو قاعدة البغدادي، هذه قاعدة من واحدة من يعني أكبر القواعد الجوية في العالم، بحكم التواجد مدارج ضخمة قادرة على استيعاب كل الطائرات بكل أحجامها ومدياتها. هذا واحد. اثنين، القوات الأمريكية يعني يقال 6000، ولكن ضمن الاتفاقية الأمنية اللي عقدت عام 2011 كان هناك 15000 أمريكي، 7000 منهم مستشارين و 8000 موظف موجودين، ثم أضيف إليها 5000، ثم أضيف لها 4000. الأعداد الآن غير معروفة تماما، وخاصة أن لو راجعت على خرائط جوجل ونزلت على قاعدة البغدادي أو قاعدة عين الأسد، تلاحظ أنها لا تغيير عليها منذ عام 2004، أي أنها لا يعرف حجم التمدد اللي حصل وحجم المعسكرات اللي بنيت، وكم من القوات الأمريكية الآن التي تتخذ من هذه القاعدة الدعم اللوجستي للقوات السورية الديمقراطية في سوريا، وتمتد من حدود تركيا إلى العراق وإلى البوكمان. إذا كانت العمليات أستاذ قصي، إذن نعم أستاذ قصي، إذا كانت هذه العمليات التي يقوم بها التحالف تأتي بطلب من الحكومة في بغداد بحسب المتحدث باسم التحالف الدولي، إذا كيف تفسر سقوط هذا العدد من القتلى في حادثة البغدادي؟ هذا غير صحيح. الحكومة العراقية لا تطلب من التحالف أن يتدخل، التحالف هو الذي يسيطر على الأجواء، هو الذي يسيطر على الأقمار الصناعية التي تحدد التحركات الميليشيات أو الإرهابيين، داعش أو قوات أخرى، وبالتالي هي تعلم القيادة العراقية أن هنا ستستخدم الضربات الجوية في مكان ما، إضافة إلى أنه هناك أحيانا يحتاج الجيش دعم جوي فيطلب من عنده أثناء العمليات العسكرية التي تجري الآن، خاصة وأن العراق لم يخلو من تنظيم داعش والإرهاب ولا حتى من إرهاب الميليشيات الموجودة على الأرض، وهناك آلاف الكيلومترات الآن هي بيد التنظيمات الإرهابية نتيجة سوء سياسة الدولة العراقية. وبالتالي الخسارة المدنية اللي حصلت، هناك توارث كثير في الأخبار، يعني هناك منظمة إيروز الدولية تقول في 9 كانون الثانية الآن عن استشهاد 1579 عراقي مدني خلال معركة تحرير الموصل فقط. وما معروف عن قوات التحالف انها تعلن 10% من الخسائر الحقيقيه اللي بعد الميدان، ولكن يعني 10 اضعاف ذلك الرقم. نعم، حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي دائما ما يتحدث عن سياده العراق، ايضا لجنه الامن في البرلمان صرحت انه لم يتم التحقق بعد من ملابسات حادثه ناحيه البغدادي. في ظل هذه التطورات والمستجدات، الى اي مدى تتوقع ان يمر هذا الحادث ايضا من غير محاسبه للمتسببين به؟ هذا الحادث هو ليس الأول ولا الأخير، هناك آلاف الحوادث، هناك يعني شهادات دولية وتصريحات أمريكية بأن الخسائر بالمدنيين 718 مدني في سوريا والعراق جراء أخطاء التحالف، هناك اعتراف بأخطاء التحالف بضرب المدنيين، ولكن العملية الآن في البغدادي هي ليست عملية خاطئة، وإنما عملية جرى لها ترتيب ودخول الى بيوت واعتقال اشخاص ثم خروج وضرب، اي ان قوات بريه اشتكت وليس خطا جوي وقصفت منطقه كان يعتقد انها عسكريه. اليوم العمل هذا هو عمل يعني يعتبر خرق لكل المفاهيم الدوليه والاقليميه، ومن سياده العراق اليوم ان كان هناك من يعتز بسياده العراق لهذه الحكومه، ولا اعتقد هناك من موجود، ولكن هذا هو يعتبر اعتداء سافر على مدنيين في أماكنهم، وهجوم أرضي، هجوم بعجلات بقوات أرضية وليس بخطأ جوي. إذن القضية هي ما يدعوه من استغلالية وسيادة، هذا الأمر كاذب، لأنه كل القوات الأجنبية الآن فوق على العراق
18 دولة أجنبية لها قوات في العراق، عدد القوات الأجنبية الآن تتجاوز 25,000 مقاتل بحجة خبراء وغيرهم، منهم فرنسيين، منهم بريطانيين، منهم أمريكان، منهم كنديين، واعترفوا بكثير من اعترافاتهم باستخدام المدفعية، كانت القوات الفرنسية والبريطانية باستخدام الطائرات المسيرة من قبل ألمانيا، وكل هذه الدول تشترك. إذا ما يتحدثون عن سيادة هذا لا وجود له. أيضا الحديث عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي من المنتظر تجديدها هذه الأيام، كيف تنظر إلى موقف الحكومة في بغداد وهي مقدمة على تجديدها؟ أنا أعتقد أن الحكومة العراقية وجودها مرتبط بوجود الأمريكان، لو خرج الأمريكان غدا الفوضى العارمة ستكتسح كل هذه الحكومة وستحصل كوارث في العراق، ولذلك الحكومة العراقية الآن هي من تريد القوات الأمريكية أن تبقى لحمايتها، لأنه الوضع الأقليمي الآن بدأ دخل في مرحلة حرجة جدا. نعم شكرا. لا يمكن الوثوق بقدرة إيران على حماية هذا النظام نتيجة الأوضاع الآن في إيران، وإضافة إلى الأوضاع اللي في سوريا. إذن الحكومة العراقية تحتاج لبقاء القوات العراقية لكي تضمن بقائها في السلطة. نعم شكرا جزيلا. هذا هو يعني أنا ما أعتقد أنه الحكومة العراقية ستوافق على تمديد هذه الاتفاقية، وهي بالأساس هو كانت هي متفق على أن تمدد كل فترة. نعم. من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية الأستاذ قصي المعتصم، شكرا جزيلا لك.